شوفي مين اللي على الباب. اهو نجدك من تحت ايدي. افتحوا افتحوا. نعم افتحوا بقى. مين؟ انا حنفي. حنفي مين؟ حنفي مين ايه؟ هو محضر على باب اسم. وانت داخل بيتكم؟ يا ريتو بيتنا وانت تنوره يا قمر. الف سلام عليك يا شعبولة. والله زعلنا عليك يا راجل. اسكت، زعلنا عليك قوي. عارف احنا لمينا من بعضياتنا وجبنا لك حته دكتوره من بلاد بره تعالجك. دكتوره كده من ما تغشقر. من ما تغشقر. وانت مالك انت؟ غشقر. انت مالك انت؟ انا مالي ازاي؟ شعبولة ده من بقيت اهلك؟ ده حبيب قلبي من جوه شعبولة. الدكتوره هتكشف عليك حالا يا شعبولة. هتكشف عليك بالعافيه. اتفضلي يا دكتوره، اتفضلي يا هانم. الأنوار دي على اسم مهلك. أي بس مين دي؟ دي الدكتور. عايزة حاجة يا خالتي؟ الفرج، ادعيلي بالفرج يا حبيبي. الفرج. أنت؟ نعم. اتأخرتي ليه؟ ما تتكلمي عادل يا وليه أنت، وأنا جاي أمسح لك الشقة. الأسلوب الزبالة ده والله، ده أنا جايبه على عيني والله. أنا في وش ولاد المفروض ما أنزلش والله، يعني لو أختي مش هنزل لها. يا رب يا رب سقطني بقى، يا رب بقى. لا تتحرق في بطني يا ابن الجزمة وتغور في داهية. ليه كده يا ست؟ حرام عليك. انت مالك؟ انا كرهها ليك دعوة؟ ولما انت كرهها خلفتي ليه؟ عملت كل ما وانا على الحمل لدرجة اني ما اتجوزتش. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ هاتولي حل تاني واعمله. معلش يا ست، خلصونا، انا زهقانة والنعمة وتعبانة. ده صاحبة البيت يا بابا. يلا. نعم يا اختي. ردي عيني لبنتي بدل ما اديكي بالقلم. ده صاحبة البيت، قولي لها الدكتورة جت. انا صاحبة البيت. ومين المسحراتي ده؟ حضرتك مسحراتي؟ امال انت مين؟ انا صاحب البيت. انا وانا جاي اشتري البيت، الواد حنف قال ان حد عيان. ايوه يا ست. طب طب ما تخلصني، انت هتصاحبني. خلصني. انت اللي عماله تتكلم على طول، قلت حاجه. طب يلا قول لي مرضك عشان انا خلاص تعبانه بجد والله. اللحظات الاخيره شكلها. حاضر حاضر. طب يلا يلا. انا بشتغل في المول. يعني لو بتشتغل في المطار مش هكشف عليك، ده غبي قوي. نبي يا مدام قولوا له يخلص. انا مش هحكي لك الحكايه. انا مالي بحكايتك؟ انا عايزه مرضك اديك دواء وزفت واقف. حاضر. بتعملي كده ليه؟ يعني شكلي مصدعه. ايه الغباوه اللي انا فيها دي يا جماعه؟ هولد. طب اروح اولد واجي والنبي. يا ستي وايه اللي جاي؟ النبي ساعتين افرغ وجع على طول والله ما اتاخر. الراجل تعبانه. عشان تعبانه. معلش حاضر، انا احكي لك الحكايه كلها. طب يلا. انا وانا واقف على المدفع. ايوه. طلع لي عيل قصير كده. ما تقول صغير، هو كفر القصير. جت ضربه في لسانك. اسم الله عليك، خارم السقف مش شايفينك احنا. ده ايه السيف زاز ده؟ خلصني. قول لي ايه بتحس وفي ايه؟ الله الله الله، ما عملتش حسابي ليه انا؟ ايه؟ لو سمحت ممكن تقوم من فضلك؟ حاضر حاضر. تعالي يا سوسة. انا؟ تعالي. اقعدي. وحياة ابوك ما فيش مستوصف قريب من هنا. امال انت جايه منين؟ لا انت هتقطميني، انا تعبانه. لا ما فيش. اصل انا باينني خلاص. خلاص ايه؟ خلاص. خلاص ايه؟ يعني هرجع دمليه غبيه قوي. يا بنت بقول لك هولد. يعني اعمل ايه؟ اللهم. ايه؟ لا 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 لا. طب اعمليها اعمليها. اعمل ايه؟ يعني سيب القهوه مظبوط، ميه سخنه. يلا. ميه سخنه. اعمليها ميه سخنه. انا قلت لك هولد هنا. الله يخرب بيت رغيك. معلش. انا اسفه، النصيب جيب بيتك. معلش. لا 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 يا رب يا رب. المره دي صعبه قوي، المره دي صعبه قوي، دي صعبه قوي. معلش. انت ولدتي قبل كده؟ لا اول مره، بس صعبه قوي. موت موت، معرفش انها صعبة كده. اما يا رب يا رب يطلع شبهك يا خالد. يا رب يا رب. خالد مين؟ قضيت معاه اسبوع في اسكندرية، دلعني دلع فظيع. الله يبارك لك. الله يبارك لك في صحتك يا خالد. والله واد سخي سخي. عملت ايه؟ حطيت المية السخنة. هاتي مية ساعة بتلج جنبها والنبي. يلا. الله يخرب بيتك يا حنفي. الله يخرب بيتك. قدر ابتدي عليا وانا بولد اللي تتنقط. لا ابتدي على حنفي. يا رب يا رب يا رب يا رب يطلع شبهك يا حسن. يا رب يا رب. حسن مين؟ قضيت معاه اسبوع في المحلة، وراني الفوط كلها هناك فظيعة. المحلة رهيبة مرطرطة. عملت ايه؟ حطيت المايه الساعة. يا لهوي والسخنة. النور. حطيهم على بعض، بحبها فترة كده وانا بولد. ايه حكايتي؟ ايه جاي اتنكد؟ نبقى عشان البيبي ما يستهواش. يلا. يما لا انا تعبانه فعلا. انا أما يا رب يطلع شبهك يا مايكل. يا رب يا رب. مايكل مين؟ قضيت معاه اسبوع في لندن، وراني خالد وحسن هناك في لندن. فاجئوني في المطار. عملت ايه؟ بقت فتره. هي ايه؟ هي ايه دي؟ مي ملهاش لازمه. ليه؟
تبين النصيب خلاص. يعني ايه؟ لا مش هقول. امال ايه؟ بيني بتقول ايه؟ والنبي بيني هموت، قالوا لي هموت انا بولد ما صدقتش. لا ستي وانت جاي تموت عندنا؟ طب اقفلوها اقفلوها اقفلوا الشقه دي بردانه مقفوله بردانه خطيره يا شمولة خطيره. شيلي حرام امي. انت لحقتي؟ شيلي انا تعب قوي. بما حامل في ارض ولا ايه؟ انا تعبانه امه. لا 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 يا مالك يا حبيبتي؟ ده انا ما لحقتش افرح بطفلي. يا رب مين هيربي يا رب؟ معلش الهي ما يلاقي حد يربي بحاجه الا على ابنك. الهي يتمرمط ويتذل في الدنيا. ايه ده؟ تعبني في الحمل اصلي وشوف اللي وراهوني. يا رب يتمرمط دفني يا رب. والنبي يا رب دفني يا رب. يا حرام عليك. ما يلاقيني ياكل ولا يحتضن. يا ساتر يا رب يا رب ده انا ماليش غيره يا رب. في خلاص خلاص ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله اكبر. ايه ريحة البخور الحلوة دي؟ ما شاء الله. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا 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 اهلا. انت بتكلمي مين؟ حبايبي حبايبي كلهم حبايبي حبايبي حبايبي. الله 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 الله. عنايات عنايات. جوزك اللي طلع قتلك يا عنايات. والنبي المحكمة قالت بعد ما مت يا عنايات. وهو اللي خد سيختك يا عنايات. هو اللي خد سيختك. الله 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 الله. لا ليه؟ هو انا استاهل كده؟ لا يا حبيبي استاهل انا. والنبي بتعملي كده؟ استني استني استني. ايه؟ يا سبحان الله مش ولادة تخيلوا. الحمد لله. ده مش ولادة. اه تفاسيح تفاسيح تفاسيح. ايه انت مرمطينا؟ انا اسف اعتبروني اختكم. والله ماليش حد اصلا. انا النبي ادالي صاحبه البيت بسرعه عشان عندي شيء. انا صاحبه الزفت. امال مين اللي عياه؟ انا اللي عياه. طب ما تقول مالك مالك انت مكسوف؟ ما شاء الله. ايه القمر دي؟ امك؟ مين دي اللي امه؟ مين دي امك دي؟ وقت امي. امال مين؟ مراتي. مبروك عليك زي القمر. حظك حلو ما شاء الله وشكلها شاطره كمان. اه والله. حضرتك بتعمل ايه عشان تبقي كده؟ اكيد في حلاوتي. لا الحلاوه بنتصرف. الطول بتعملي ايه؟ وحيات ابوكي الايه؟ والنبي نصيحه قد كده؟ نصيحه واحده. الستات ما ينصحوش بعض. ليه؟ الواحده فيهم تطول وتسيب الباقي جزم على الارض. هي مالها؟ والنبي يبص بعض من فوق بقرف كده. عارفه ومال؟ والنبي بتعملي ايه؟ اعمل ايه؟ يعني نتناقش في كريمات جديده ممكن تطول البني ادم يعني. كريمات؟ اه ما يهمكيش الفلوس. اختي تبعت لي كرتونه من دبي الصبح. والله دي اختك بتشتغل في دبي؟ اه نونا اتحملت المسؤوليه من زمان. تشتغلي هناك؟ شغل خميس وجمعه ومحبوسه بقيه الاسبوع. اه والله بس مبسوطه. والنبي بتعملوا ايه؟ مش هقول. انا عارف عارف. قريت في الكتب بيعملوا ايه دلوقتي؟ الستات بيسافروا اوروبا يشدوا العمود الفقري وترجع تقول لك انا طويله اساسا. يا سلام. اه طب ما تعملي كده. اعمل ايه؟ سافري شد العمود الفقري. انا عندي فقره واحده اتعلقها تذكره تتحرق. لا لا ده انا احرقها هنا. لا وفين الفقره دي؟ بتيجي بعد المسلسل العربي. ايه شقيه؟ والله انا مبسوطه هنا. الله يخليك. هو انا جايه ليه بقى؟ جايه تعالجيني. ايه؟ مش قالوا لي كنت من هناك؟ مين هم اللي قالوا لي من هناك؟ جايه تعالجيه. عالج مين؟ تعالجيه هو. هو هو اللي عيان؟ اي هو اللي عيان. طب انت قاعد تلغي ده كله ما تقوليش انت عيان؟ انت مديانا فرصه نقول حاجه. طب ايه حاسس بايه خود؟ عنده جرح غائر. ايه؟ جرح غائر. قالوا قبل العيد ولا بعد العيد؟ عيد ايه؟ الراجل اللي بقول لك عليه لسه جاي له دلوقتي. طب يلا هات ملايه بسرعه لازم ياخد حقنه. يلا الحقنه دي مش لازم ملايه. انت مالك انت؟ ده ايه ده الغلاسه دي؟ ده المرضى بقوا مملين والله قوي قوي. هقول لك حكايه ظريفه حضرتك. انا من يومين رحت ادي واحد حقنه في شارع فيصل. اه عارفه شارع فيصل؟ اه فيصل اللي هو موازي للهرم. ايوه اه عارفاه. ايه الغباوه دي؟ وحضرتك مش مصريه؟ ايوه عارفه شارع فيصل. هرجع لك شويه. عارف ميدان الجيزه؟ ايه بفهمها. ميدان الجيزه مش وانت طالعه في فيصل وفي هرم؟ اه ده فيصل عارفاه. اه رحت ادي واحد حقنه وقعدت عندهم في البيت ولسه برفع الغطا عشان اديله الحقنه. راح شددني هو واربعه قرايبه تحت الغطا ومش قادره اقول. احلى حقنه في حياتي والله. بقول لك ايه؟ نعم. بيحكي لي والنبي. واحكي لك ليه؟ انا هديك العنوان في فيصل. تعال. دي ناس طيبه قوي والله. بقول لك ايه يا نونا انت؟ نعم. وانت بتخاف من الجراحه؟ العمليه مش محتاجه جراحه. لا واضح ان في سوء تفاهم. هو البيت دكتور؟ لا طبعا. امال ايه مش محتاجه ملايه وجراحه؟ انت مالك امال الطب انت؟
انا اللي اقول. انا الدكتوره سماح عزه، فهمت ولا لا؟ ده اسمك؟ اه. مين عزه؟ ماما. وابوكي راح فين؟ طلع حرامي، نقلنا الورقه لامي وخلصنا على طول. هم والله. اقول لك خبر حلو يا مدام، الطب اتقدم خلاص دلوقتي، بيعملوا عمليات جراحيه بالتنويم المغناطيسي. لا جراحه ولا بنج ولا المريض بيحس. يعني انت ممكن تعالجيني بالتنويم المغناطيسي حالا؟ طب انا اعمل ايه؟ هتنام. وانت؟ هنام. يعني انام المريض وامشي؟ مش انا اللي هعملها له. اه يا شعبولة تتفرجي؟ اه والنبي يا اخي. طب نامي هنا. لا من غير نوم. طب بصي خليكي هنا، محدش يدخل العمليات. محدش هيخش. يلا مش هتحس بحاجه، انت عزك حلو. طب ماشي حاضر. يلا انت عملت العمليات دي قبل كده؟ اه الاربعه قبل منك، الله يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. شباب زي الورد، فجأة راحوا مني. اعمل ايه؟ لا تعمل ايه، تخلي هو بايدي خس عليك. يلا يلا بالك، دي اعمار ناس. بقول لك ما تخافش. يلا اهم حاجه ايه؟ روح في النوم عشان ما تحسش بحاجه. حاضر. والعمليه تنجح. حاضر. بس تصبح على خير. نعم. مش هنام عادي، تصبح على خير. يلا. يعني ايه؟ دي نام. يما هي جايه تنام عندنا؟ عادي. بس بس انت يا فضحتي راجل يا نار اسود. سبحان الله، انا اللي جابني هنا؟ وايه الناس العجيبه دي؟ انا كنت فاكرها رؤيه. رؤيه ايه؟ انتوا مين؟ وانت قوم يا راجل اللي نام جاب ضربك في لسانك. اوه انا جايه هنا وده حصل امتى يا راجل؟ يا نار اسود هتودينا في داهيه. نحينا. بقول لهم ايه؟ ده انا والده امبارح. يخرب بيوت امبارح والنبي جبت سيف امبارح. هو انا انتوا مين؟ انا انت جاي تعالجي امي. هي فين امه؟ امه ماتت. ارقص لك بقى، انت هتجننيني؟ ترقص لي ده ايه؟ هعالج ميتها؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ عالجيه هو. هو عيان؟ اه عيان. طب ما انا بقى لي ساعه ونص معاكم، ما قلتوش ليه؟ انت مديها فرصه لحد يتكلم. عادي. رغي رغي رغي، جاب ضربه في سنتكم. اوه تعالي. هتروحي فين؟ تعالي. اسمك شعبولة يا بابا؟ ها؟ ايوه. تشتغل في المولد؟ ايوه. اللي يشتغل في المولد يحترم الكبير، وخصوصا المعلم ابو شنب.